تحية سامي الكابلات الكهربائية، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول تحت ضغط مستويات ال 3 جنيه و10 قروش تحت مستويات ال 3 جنيه و15 قرش اللي ما زلنا ننتظر إغلاقه منها حتى نبحث عن القمة التالية اللي هي عند مستويات ال 3 جنيه و60 لحد مستويات ال 3 جنيه و70. ونصحنا بالشراء من المستويات اللي هي عند مستويات 2 جنيه 65 لحد مستويات 2 جنيه 75، وما زال عندنا وقف خسارة مهم جدا جدا عند مستويات ال 2 جنيه و70 قرش. لو انت ما عندكش صبر شويه ممكن نخليه في المستويات دي اللي هي مستويات 2 جنيه و80، لو قفل تحت منها اعتقد هيكون سلبي وهنبحث عن كروب. لكن لو بصينا 2 جنيه و80 من عند مستويات ال 2 جنيه و70 احنا بنتكلم في 10 قروش، يعني مساحه مش كبيره قوي واسعه. ولكن لو لاحظنا هنلاقي عندنا كان عندنا تصحيح مكتمل واضح جدا، كان عندنا ضلع تصحيحي وصعدنا ونزلنا بضلع تصحيحي. يعني انا عندي تصحيح مكتمل في المستويات الحاليه، ولكن ما زلت ابحث عن استقرار في هذه المناطق للضرب الهدف ده اللي بالنسبه لي اهم هدف في الوقت الحالي اللي هو عند مستويات ال 3 جنيه و60 قرش لحد مستويات ال 3 جنيه و70 قرش. وحركه السهم حتى الان ما زالت ايجابيه وما تقلقنيش قوي. طيب انا عايز ايه كمان؟ انا عايز يحصل زياده في الزخم في المناطق دي، لان انا عايز احترق المناطق دي واستفاد منها لمزيد من الاهداف الصعوديه، وده اللي يهمني في المقام الاول. حتى الان نظرتي ايجابيه، طالما انا محافظ على مستويات ال 2 جنيه و70 قرش هتبقى إيجابية أكتر لما استقر في مستويات ال 3 جنيه و20 قرش. وبالتوفيق.